بيضحك عندنا. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب أنا عملت إثبات سحب ب600 روبل من موقع من منصة اللي شرحناها امبارح، وقلنا بتدي 1000 روبل هدية عند التسجيل، وبتدي 100 روبل للإحالة لحد 10000 روبل، وبتقف على كده الاستثمارات بتاعت الإحالات بعد، وبيديك مكافأة غير الإحالة، بيديك 10، بيديك 100 روبل في الإيداع و3 روبل في رصيد السحب. تمام يا شباب؟ الطريقة طبعا طريقة التسجيل في الموقع في المنصة أشرحها لكم من تاني. بتيجي من هنا بتعمل فتح، وبتحط هنا يا شباب الاسم وهنا الإيميل وهنا الباسورد وقاعة الباسورد، بتحل الكباتشة وتعمل تسجيل كده بقالك حساب في المنصة. بعد كده يا شباب بتيجي من هنا للدخول، بنحط هنا الإيميل والباسورد وبنعمل تسجيل دخول. زي ما انتوا شايفين كده في حسابي حاليا في 15 روبل يا شباب، بس لو نزلنا تحت كده انا سحبت 600 روبل، طلبت سحب 600 روبل. لما جيت هنا على السحب هتلاقي انا كنت طالب مبلغ 600 روبل اهو يا شباب، وادي السحب تم وقبليه كان 33 روبل. كل ده طبعا مجانا يا شباب، انصحكم بالشغل على المنصة ديت واستفادوا منها. بعد كده يا شباب نخش على الايميل، ادي اثبات السحب يا شباب 554 روبل، وادي اثبات السحب في البير يا شباب 594 روبل، ادي 594 وادي 594 بعد عمولة البير. وبكده يا شباب المنصة شغالة وبتدفع، وانصحكم بالشغل عليها. طبعا يا شباب احنا قلنا المنصة ممكن تشتغل، ممكن تودع فيها من هنا، ونترجم كده باللغة العربية. قلنا من هنا السحب، السحب بيتفتح ليك كل يوم مرة واحدة، تقدر تسحب من 25 روبل. تمام، من هنا لوحة القيادة دي للصفحة الرئيسية. من هنا لو انت هتودع في المنصة بتيجي من هنا تختار المحفظة اللي انت هتودع عن طريقها، وتحط المبلغ وبتعمل ايداع. تمام، بعد كده من هنا نظام الاحالات. نظام الاحالات هو شرحه بره، بيقول لك ان انت بتاخد، بيديك على الاحالة زي ما انتم شايفين انا عندي 10000 روبل في رصيد الوداع، وده رصيد السحب بتاعي. تمام يا شباب، كل حاجة من المنصة تقدر تجيبها من هنا أو من هنا. لوحة القيادة، اللوحة القيادة اللي احنا ايه، اللوحة الرئيسية بتاعتنا اللي هي دي. وده شرحنا يا شباب كان النهاردة، حبينا بس نوريكم ان المنصة شغالة. انا كنت شايف ناس بتقول ما بتدفعش، وناس مش بتقول ازاي ده 100، بتدي 100 روبل والف روبل، ده كلام كدب ومش عارف ايه، لكن لا المنصة شغالة وبتدفع. وده اثبات السحب التاني ليا، وكل وقت تقدر تخش وتسحب من، وتقدر تسحب من المنصة بتاعتك كل يوم عادي خالص زي ما انتوا شايفين. ده كان اثبات السحب التاني ليا يا شباب. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، ما تبخلوش علينا يا شباب بلايك عشان نقدر نجيب لكم افضل المواقع ونشرحها لكم. وبكده اكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.